شكرا يا عمرين. نعم. الو. ايوه هلا. فينك؟ ما يخصك. انت ما تبطل الاستهبال حقك والاستخفاف الزايد، منزل الصورة دي ليش ان شاء الله؟ سنابي ولا سنابك؟ يا اخي كلمني زي الناس يا اسامة، الدنيا عيد وما نبى هبل وتخبط. هذا اللي عندي واعلم في خيرك اركبه. كم مرة حذرتك يا اسامة لا تنزل هبل زي كذا؟ هذا اللي عندي واعلم في خيرك اركبه. مستقوي كذا ومسوي لي فيها. هذا اللي عندي. وسام ترى يمين بالله انا اعرف انت فين. ما يهمني. بس انا اعرف ما... انت فين. ما يهمني. ما يهمك؟ ايه ما يهمني. يمين بالله اذا ما اجي اشيل ام الجوال احرمك منه شهر انا ما افهم شيء. يلا يلا يلا. يلا يلا يلا. يلا. 10 دقائق. يلا يلا سلام سلام سلام. سلام. ايش بمستقوي ذا؟ مين؟ ايش ما تبطل البلاهي اللي انت فيها ولا ايش؟ تفضل. ترى والله مو وقتك، ترى والله مو وقتك. وثاني شيء تعال انا بسالك سؤال. اول شيء صوتك لا يرتفع. يمين بالله شوف انا ما بحلم. قبل لا افرشك والكمك واشوه لك وجهك اليوم اخليك تعيد باذن واحده. ايش بك مستقوي انت وشايف حالك اليوم؟ لا تقرب. ايش؟ لا تقرب. لا والله من جد هالجه. لا تقرب. شو نزل الصورة هذه؟ كحل لا تقرب. مرة كايفني. انت من وين جبت الصورة هذه؟ استقراي كحل. ترى مين اشيلها من الجوال على فكرة؟ لا لا على فكرة موجودة كل جوالاتي. كحل لا تشمر. والله العظيم. واحلف بالله تمد يدك لانزل الصوره في السناب. على فكره ترى انا جيت عشان اتفاهم معك، مو شرط انه لازم مضاربه واضرب وكل شيء. ترى على فكره انا جيت اتفاهم معك. انت منزل الصوره زي دي ليش؟ كذا عجبتني يا اخي. انت انسان كبير و... لا انا طفل. ترى والله ماني جاي اسوي مشاكل ترى. ولا تقدر. طب كلمني بأحسن من كذا عشان انا جالس اتفاهم معك بالادب. اقسم بالله اتمد يدك لا نزل الصوره. حلو صح؟ انا ماني جايبه مشاكل، ماني جعل يدي تنقطع عادي. ايش بك انت؟ صرت طيب؟ موضوع مو كذا يا اسامه. خلينا ناخذ الموضوع بهداوه. ما عندك مشكله. ايش اللي تؤمر عليه؟ يعطيك العافيه هات الجوال. خلاص ايش قالوا لك حرامي؟ بديك هو. طب هات الجوال. خلينا اقفل. خاف الصورة؟ ما عليك. حبيبي. ايش الاخبار؟ وين رحت اليوم؟ ما يخصك. طيب اوكي، ايش تبغى نتعشى؟ انا اتعشى معك انت؟ اوكي. كيف؟ وحشتني والله. انت ما وحشتني ولا طايق وجهك. اليوم سبعة ها؟ انا سبع غصب عنك. وعن اهلي. بس الصورة حلوة ها؟ استقرايك.